السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة مفروشات أم حسنين بفاس. إن شاء الله مرحبا بكم في قناتي الثانية مفروشات أم حسنين بفاس. كنوضع بين يديكم هاد التشكيلة ديال الطلامط، رائعين هاد الطلامط. الطلامط مستعملين في حالة جيدة، تيلبسو طلميطة طويلة يعني فيهم لاستيك، تيلبسو 4.5 متر. الناس اللي بغاو يبدلو والثمن جد مناسب، 4.5 متر يعني بلا الجناب. التلميطه الثانيه كتلبس 2.40 متر، التلميطه الثالثه 2.40 متر، يعني هما 4 سدادر. دابا التلميطه الرابعه كتلمط 2 متر، معاهم 18 خديه، يعني تفريشه الناس اللي بغاو يبدلو. ودائما مستعمل الواحد يصبنو، ويعني اللي بغا يبدل الناس اللي كيدراوش الطلميط ديال الناس الدراوش، والثمن ديالهم جد مناسب. بالنسبه غير ديك جهه الكلاسيك، كاين شي بلايصات هكا يعني خصهم غير يطرقوا بالماكينه بلاصه الكلاسيك. دابا نوريهم لكم ان شاء الله اللي بغاتهم. تفريشه نقيقيه ما بيهمش، يعني طلمطين نقيقين يعني، وعلى حساب الثمن ديالهم راه جد مناسب. هادو الثمن ديالهم 950 درهم، 19 ألف ريال، كيلبسو 5 سدادر كبار. المبرة الناس اللي مصيني على اللون المطاق ذهبي، عطي تبارك الله ما شاء الله جديد. هادو الجديد طلامط رائعين، هاد طلامط المبرة المحفرة المطبوعة، هادي الحرة الأصلية. كاينين مفصلين، كاينة 5 متر، كاينه 3 متر بوحدها مفصله، وكاينه 5.5 متر بوحدها مفصله، معاهم 11 خديه طوال ديال 80، جايين بحال الشكل ديال 90، وانما هما ديال 80. 11 خديه مخيطين بالسفيفه وكالون في الجناب هانتوما. وبالنسبه هادو فيهم 11 خديه قلنا، والمجموع ديال المتراج عندنا 5.5 متر وثلاثة متر، هي 8.5 متر. وعندي لكم واحد المفاجأة، واحد الإضافة. بالنسبة غادي نزيدكم واحد يعني واحد جنا، يعني يمكن لكم تزيدوا بهم مخدات إلا بغيتو. في آخر الفيديو أنا غنعطيكم. أنتم كاينين هنا 11 خدية، واحد ها جوج ثلاثة أربعة ها خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، وديك الجوج خديات اللي مفر اللي مصورة لكم من الفوق. وبالنسبة لهادو هانتوما جايين في الزواق، هاد الوردة كاين هاد الطراف كبار، يعني إلا بغيتو تزيدو جوج خدادي ديرو لهم مبرة سامبل في الظهر. هذا طرف كبير، يعني بغيت تزيدوا القنوت. بالنسبه اللي عندها الميتراج كافيه هو هذاك، اللي ما عندهاش غادي خياط يزيد لها هادو في القنوت باش تفرش تربح ديك الطول ديال الطلانط. ولا اللي بغات تزيد غير مبرا سامبل في القنوت وهادو تردهم خدادي، يمكن لكم تردوهم مخد. انا غنزيدكم هاد الجوج يعطيكم تقريبا 4 الخديات ولا 4 القنوت، المهم ديك الشيء على حسب نتوما فاش تستعملوهم. انا غنضيفهم لكم ان شاء الله. قلنا تذكير 5.5 متر، 3 متر، 11 الخديه، وغادي نزيدكم يعني قياس شي 4 جوج خديات، المهم 4 ديال الطرف، طرف كبير طويل كيتقسم على جوج. ولا كديروا القنوت ديال السدان، الا كان هذا القياس كافيكم ديال الطلامط، يمكن لكم ديروا قنيتات، يمكن لكم تزيدهم خديديات، يمكن لكم ديروا بهم يمكن اللي بغيتوا. ونزيدكم واحد الملاحظه، بالنسبه اللي بغات دير ديك التوب اللي في الجناب ديال الخديه سامبل مبره زبده، ديرها سامبل وترد ديك التوب ديال الكلام تردو نظام، راه يمكن لكم ديروا هذه الطريقه. هادو الثمن ديالهم، هادو ثمنهم جد مناسب، 1300 درهم، 26 ألف ريال. اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب في الرقم اللي في الشاشه، 0641 67 33 95. فقط الناس اللي جادين غيشريو، اللي جاهزين غادي يشريو. مرحبا بكم،
وإن شاء الله نخليكم مع باقي الفيديو فيه السولد تخفيضات. كلامة المبرة باتشوا الرومي 10 متر و12 الخدية. الناس اللي كيوصوني على الرومي مبرة الرومية الباتشوا الجناب ديالهم شو كي دايرين، يجيو التفريشة رائعين طلانت كيصلحو يعني في جميع الفصول، كيبهجو الصالون. بالنسبة سواء كان عندك الصالون ظلام ولا صالون يعني ضاوي راه كيجيوك رائعين هاد الطلانت. التمينة اللي غادي نحط لكم سولد تخفيض لأقصى حد مناسبات العيد، كل شيء غيفرش إن شاء الله. هادو السولد ديالهم 800 درهم، 16 ريال. المبرة محفرة هذا اللون الكاشير المغلوق ومعه الصفر، لون رائع بالقالون بالسفيفة قالون، حاجة مليحة. 11 متر و14 خدية. هادو السولد ديالهم 1150 درهم، 23 ريال، قياس علين قول 4 سدادر ولا 5، قياس اللي بغيتو. هذا هو القياس اللي كاين فيه السولد، 23 ريال. اللي بغاهم مرحبا. هذه الفوطة في الغوزانديان، لون بحال كيقولوا له غوزانديان ولا لون فجلي، لون ديالو غزال رائع هذا اللون. 8 متر ونص رولو ما مفصلاش، معاهم 3 ديال الطريفات مفصلين مستطيلين، ديك اللي كيكونوا في القنات اللي كيديروا بهم لاستيك القنوت، 3 ديال الطراف مفصلين. هادو كي بغيتو نزيدوهم لكم غير يعني غنزيدوهم لكم، معاهم 12 خدية. هادو الثمن ديال السولد ديالهم 800 درهم، 16 ريال. لي بغاتهم دوز عندي الواتساب. هادي السفيفة قالو معتبر، 3 ديال طلامط الفوطة حالة جيدة، تيلبسو 2 متر 2 متر 2 متر، ومعاهم 9 ديال المخاد. ومانا نتأكد لكم واش 8 ولا 9، غالبا يكونوا 9، اما 8 ولا 9 المخاد. هادو السولد ديالهم 750 درهم، 15 ريال. طلامط الرومي الباتشوا دائما مع الجديد، هادو جداد. طلانت السيجور تلميطة يعني فصلوها كيما بغيتو، كاينة 6 متر تقريبا، كاينة 6 متر، 5 متر ونص ولا 6 متر، حنا نقولو 5 متر ونص و6 الخديات، يعني فصلوها كيما بغيتو، إما تفصلوها على 3 ولا على 2، يعني لكم كامل النظر. هادو السولد ديالهم 350 درهم، 7000 ريال. طلامط المبرة المحفرة 9 متر ونص ما مفصلاش رولو، و14 الخدية. الخدادي فيهم دو فاس، فاس فيها المبرة سامبل يعني مبرة سامبل رومي زبدة، وفاس فيها الوردة يعني ما فيهمش جوج وجوه، فيهم دو فاس زعما، فاس سامبل وفاس بالوردة. هادو السولد ديالهم 1300 درهم، 26 ريال. هادو طلامط في حالة جيدة مستعملين وإنما باقين جداد، فيهم خدادي متوسطين، فيهم 8 د الخديات و3 د المستاند مدورين، 3 طلامط تيلبسو 2 متر 2 متر 2 متر. المبرة الرومية الباتشوا
باتشو رائع نهار طلانت. هادو الصولد ديالهم 450 درهم. طلانت تاج محل، هادو جداد تاج محل، جوج طلنطات فيهم لاستيك ديال السيجور، معاهم 5 المخدات وثلاثة المساند بالتكرير. تاج محل الغوز والموف، تيلبسو جوج طلنطات ديال السدادر ديال 2 متر 2 متر. هادو السولد ديالهم 300 درهم. من راها كنبيعهم قل من ثمنهم. المبرة المحفرة الحرة في المستعمل، هادو مستعملين في حالة جيدة، اللون ديالهم كاشيري، اللون ديال يعني المبرة كتماوج الممتازة. هادي تلبسو 2 متر 2 متر و2 متر ونص، يعني الفراش خص يكون فهاد لأن فيهم لاستيك. تلبسو جوج سدادر ديال 2 متر 2 متر، كل سداري بوحدو، وجوج متر ونص كنعطيكم وجه السداري، ما كنحسب لكمش زيادة الجناب. معاهم 5 الخديات ديال 70، 7 الخديات ديال 70، و5 الخديات ديال 80 طوال بحال 90. هادو السولد ديالهم 550 درهم، 11 ريال. حنا كنبيعهم قل من ثمنهم. تاج محل الناس تراوش، الناس اللي بغاو يفرشوا دارهم جديد، فيهم 2 متر و70، 2 متر و70 ولا 2 متر و80، المهم ما عقلتش، 2 متر و80، 2 متر و80 و4 الخديات كبار ديال 80. هادو السولد ديالهم 250 درهم. طلمت الرومي الباتشوا بحال الفودان، دايرين جوج طلمطات كيلمطو 2 متر 2 متر، ومعاهم 5 الخديات 4 ديال 80 طوال و1 ديال 70 و6 ديال المساند، 3 سامبل في موف و3 موردين. تنبيعوهم صولد قل من ثمنهم، بغينا غير نحيدو السلعة في هاد العيد باش ان شاء الله كل شي يفرش. هادو الصولد فيكس ديالهم 300 درهم. طلمت تاج محل الدوق الرفيع 3 ديال الطلامط جداد، تيلبسو 2 متر 2 متر 2 متر، معاهم 10 الخديات. تاج محل ديال المطروز، هادو السولد ديالهم 700 درهم. من مع جديد الناس اللي كي يعني الدراوش اللي باغيين يفرشوا بالجديد، هادو ثمنهم جد مناسب، فيهم 12 متر ونص رولو، 14 خديه، 4 المساند باسطة، 12 متر ونص، 14 خديه، يعني قياس 5 السدادر. هادو السولد ديالهم 800 درهم، 16 ريال. مول المليح باع وراح، سارعوا للحجز. طلمت المبرة محفرة الحرة، كاينة 15 متر، 14 خديات 70، 4 مخاد كبار ديال 90. المبرة الحرة ميطاليزي، هادي راه كلها ميطاليزي كريستال. الغوز والتيركوا بحال الزرق، هو التيركوا. هادي السولد ديالها 2100 درهم، 42 ريال سولد.